النهائي شنو بان لك في هذا التأهل؟ وهذا المنتخب الوحيد كما كتعرف اللي كيبهر وكيمتع وكيخليك تعشق هذا الفوتسال، رياضه اللي ما جديداش علينا احنا كمغاربه ولكن جديده بالانجازات ديالها بالنسبه للمغرب. احنا جد فخورين بالدقيق واللاعبين اللي معاه. نتمنى تكون ثالث كاس افريقيا تدخل خزينه المغرب بعد الفقر الكبير اللي كنشوفه على مستوى المنتخب ديال الكره ديال 11. نتمنى هاد الالقاب تنعكس ايجابا على الكره ديال المستطيل كما كنقولوا ديال الاونز، ويكون لقب ان شاء الله في الرباط يوم الاحد، ويكون لقب في 2025 اللي احنا محتاجين ليه بزاف بزاف بزاف. نتمنى ما بقيناش ولينا طامعين بزاف مع الدقيق، لانه بغينا نشوفه فريمون يكون في ابعد نقطه ممكنه. والحلم ديالي انا شخصيا كنحلم بزاف المغاربه يوصل لنهائي كاس العالم، ولما لا الفوز بكاس العالم ديال كره الصالات، لانه منتخب رائع بزاف ومنتخب كيبدع. وما بقيناش كنتسولوا بشحال غير ربح، كلنا كنشوفوا الاهداف اللي غتسجل ولي سكور الكبار اللي غيربحوا. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى الانتصار يوم الاحد ضد انغولا. شفنا بعد اقصاء مصر ضد انغولا، شنو بان لك في هذه المقابله؟ وصراحة الماتش كان جميل، كان كل شيء كيتوقع مصر، لكن كرة القدم في الصالة هي تقدمت وما بقاش بحال شحال هادي. شفنا الفريق انغولا مستوى عالي، المدرسة البرتغالية رائعة. كنظن بان النهائي غيكون كبير ما يكونش. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.